فنيجي نحاسب، نجيب كابتن حازم امام المشرف على المنتخب المسؤول الاول على المنتخب، فيطلع بعض الاصدقاء المقربين لكابتن حازم امام واللي بيشغلوا مناصب اعلاميه. يا جماعه هو احنا بنتكلم كلام مرسل؟ هو احنا بنتكلم كلام مش موثق؟ هو احنا بنحمل حد مسؤوليه لم يكن يتحملها؟ ده اللي المفترض يتسال. انا هقول لاصدقاء كابتن حازم امام في الاعلام، لان انا مقدر جدا فكره ان انت تكون بتدافع عن صديقك، ده شيء ايجابي جدا، لكن الكلام ده مش في المصلحه العامه، في مصلحه عامه، مصلحه منتخب مصر اهم من كل شيء، مصلحه منتخب مصر فقط لا غير، مش تحقيق شيء بطوله فقط، لا ده البطوله دي لها عوائد اخرى كتير جدا على مستوى المكافآت الماليه، على مستوى الشهره وتنشيط السياحه والحديث عن المنتخب المصري. احنا في ناس كتير جدا عرفت البرازيل من منتخب البرازيل، فدي نقطه كانت سلبيه جدا. ولكن خلونا نروح لاحد اصدقاء كابتن حازم امام، كابتن احمد حسام ميدو، اللي عنده مشكله مع اللي بيحطوا المسؤول امام مسؤولياته، نشوف قال ايه ونرجع نعقب. مره تانية مش عايزين ندور على كبش في ده، انا شايف ان البلد بكلها عايزه تشيل حازم امام كاس الامم الاخيره. انا عشت التجربه دي قبل كده، انا وانا لعيب شلت الكاس الامم الافريقيه بتاعه تونس 2004، وكان اسهل حاجه بالنسبه للاعلام وبالنسبه للمسؤولين وقتها ان احنا نشيل ميدو، ان هو الراجل النجم بتاع الفرقه بيلعب في مارسيليا بتاع، وده كلام مش مظبوط. حازم امام راجل مخلص وراجل ظلم في الموقف اللي هو موجود فيه، لان هو في النهايه كابتن حازم راجل بتاع كوره، مش شغلته ان هو يعمل عقود، ومش شغلته ان هو يتفاوض على عقود، ومش شغلته ان هو يحط شروط جزائيه. المفروض ان في لجان قانونيه وناس بتتفاوض وناس تبقى دي شغلتها. احنا للاسف كل واحد بيعمل شغلانه التاني، وفي الاخر اسهل حاجه ان انا اشيل النجم اللي اقدر ان انا اضحي بيه. حازم امام اسطوره في الكره المصريه، وانا حزين جدا، اكيد عنده اخطاء مش بتكلم في حاجه، لكن انا حزين جدا باللي بيحصل معاه، حزين جدا لان حازم امام ما يستاهلش المعامله دي مننا. حازم امام ما يستاهلش المعامله دي مننا، ده حقيقي اللي بيقوله كابتن احمد حسام ميدو، مشاعره صادقه. وانا بقول منتخب مصر والله ما كان يستاهل برضو ده مننا. يبقى انا بالنسبه لي بقى منتخب مصر واسم مصر في افريقيا اهم، ولا اسم اي لاعب مصري مهما كان قيمته كلاعب اهم؟ انا ازعل على اسم منتخب مصر ولا ازعل على اسم لاعب؟ ازعل على اسم منتخب مصر ولا ازعل على اسم مدير فني؟ انا ازعل على مين؟ هل منتخب مصر يستاهل مني ان انا اروح بطوله المفترض ان انا مرشح ليها لاني كنت واصل نهائي البطوله السابقه اخرج بدون تحقيق فوز، مش عارف اكسب منتخب موزمبيق؟ هل اسم مصر يستدعي مننا كده يا كابتن ميدو؟ طيب دي نقطة. النقطة التانية، قال كابتن حازم إمام مش شغلته يعمل عقود. طب أنا أكلم مين ينسق قصة العقود وشغلته وكل واحد يعمل شغلته؟ هو كابتن حازم إمام جاي من بره الاتحاد ولا من الاتحاد المصري لكرة القدم؟ ده راجل عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم انقطع عن حضور جلسات الاتحاد لما تم اختيار كابتن إيهاب جلال بالتصويت، وتم مراديته، وتم إقالة كابتن إيهاب جلال في 14 يوم، وتعالى ارجع يا كابتن حازم. إذن كابتن حازم راجل مسؤول، المفترض كابتن حازم مين اللي يكون شايف إن يكون في لجان قانونية تعمل العقود دي؟ مين اللي المفترض يكون شايف؟ أنت لو أنت بتبرأ كابتن حازم ده أنت بتدينه. ليه؟ لأنه عضو مجلس إدارة في اتحاد كرة القدم المصري، يعني المنوط بيه تحديد ايه اللجان اللي المفترض تشتغل شغلها وايه الناس اللي المفترض ما يتحملوش شغل غير شغلهم. لكن القصة ان كابتن حازم امام فارس قال انا الوان مان شو، ده حقيقي انتوا جربتوا وانا ما رضيتش عن التجربة بتاعتكم، اركنوا بقى انتوا على جنب وسيبونا انا اشتغل وانا هنزل الملعب. بص يا اسامة، يعني يمكن انا عايز بس اضيف على اللي انت قلته في حتة تخص كابتن حازم. القصة يا جماعة شقين، شق فني البعض ممكن يجي يقول لك ده مردود عليه، ما انتوا لسه نفسكم بتقولوا كنتوا بتشيدوا في فيتوريا وكنتوا بتتكلموا في فيتوريا وكنتوا شايفين ان فيتوريا مدرب كويس، طب ما هو بالتالي ده الهوم ورك بتاع حازم امام وعمله، وفق ما وفقش دي مش بتاعته. انا بشوف ان ده حق يراد به باطل. ليه؟
بالراحة بس، يعني بنتكلم بالمنطق وبالعقل، وبعيدا عن فكرة ان احنا هنا بنتكلم كأهلوية ولا زملكاوية وجايين نشيل كابتن حازم امام الليلة، لان القصة ملهاش علاقة بكده خالص. قصة لها علاقة يا جماعة بمنطق وتحمل مسؤوليات. لما انا اخد مسؤولية شيء يبقى لازم بالتالي احاسب، زي ما كنت هاخد الكريدت لو نجحت، زي ما تحمل الفشل والاخفاق. الى الان كابتن حازم امام ما طلعش اعتذر للناس عن تجربه هي كلها وليده افكاره، لان هنيجي بعد كده الكلام وبنستعيده تاني عشان ما حدش يقول ان احنا بنتجنى او ان ده ما كانش حقيقي. فبالتالي التجربه الفنيه يا جماعه مرتبطه ببعض الامور. انت خدت ريسك. خدت ريسك بان انت اللي اخترت مدرب ما عندوش خبرات مع منتخبات. هتقول لي طب ما فلان ما عندوش هيكتور كوبر، لا مش حقيقي، لان كابتن ميدو جاب كلام تاني وقال لك اصل هيكتور كوبر ما كانش، لا هيكتور كوبر كان مدرب لجورجيا. وانا اسف، انا اسف، المقارنه ما بين روي فيتوريا وهيكتور كوبر هي مقارنه مضحكه، مضحكه في كره القدم، لان خبرات روي فيتوريا غير خبرات هيكتور كوبر اللي كان بيدرب الانتر ميلان والراجل بتاع النهائيات والمباريات الصعبة والراجل اللي كان عنده خلاف شهير جدا مع رونالدو الظاهرة، رونالدو البرازيلي الظاهرة بكل تاريخه، وتسبب ليه في مشاكل وكان عنده شخصية مختلفة خالص. فمع احترامي لما نيجي نحط شخصية هيكتور كوبر ومسيرة هيكتور كوبر مع روي فيتوريا ونسقة الكلام على بعضه فهذا كلام ليس منطقي. طيب هروح لحتة تانية، انت اخترت ريسك حد ما عندوش خبرات مع المنتخب. طب شفنا ايه في ارض الملعب؟ شفنا الراجل مخضوض. كل خبراء الكورة وكباتن منتخب مصر والناس اللي لها باع كبير جدا في الكورة قالت لك هذا الرجل مخضوض. الراجل قاعد على الخط ساعة اصابة صلاح تحس انه في عالم تاني، مفيش، في دنيا تانية. الراجل لما استقبلنا الهدف اللي كان يعتقد ان احنا خرجنا من البطوله بيضحك، وهدف موزمبيق في اول مباراه لينا اتخض لما جاء التعادل، ده هنا اتخض، ده بقى في فكره الصدمه والاستسلام في علم النفس. لما دخل فينا الهدف بتاع الراس الاخضر التاني وانت عندك مباراه ما تعرفش نتيجتها ايه، الراجل كان بيضحك. ده انا خلاص بلغه الجسد انا رميت الفوطه، أنا بقول جوايا أنا راجل مش مقاتل، ما أمشي على الخط وبيسقف وبيشد لعيبته وبيحمس لعيبته، ده ما حصلش يا أسامة. فإذا أنت كان عندك رهان، الرهان ده كنت هتاخد الكريدت بتاعه لو نجح، أو تاخد السلب بتاعه لو هو كان رهان غلط وإن أنت ما رحتش لخيار الأأمن. طب تعالى بقى الجزء اللي فيه مغالطة كبيرة، هو كابتن حازم إمام بتاع عقود برضه ده شيء ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، يعني إيه؟ ما هو كابتن حازم فعلا مش بتاع عقود. بس يا جماعه انا اسف، هي مش قضيه في محكمه، فانت هتيجي تقول اصل الصياغه القانونيه كانت كذا، لا، الراجل اللي بيحط عقد في اتحاد الكوره ده الراجل القانوني، انا مش بلومه، انا مع اسامه في فكره ان انت كمان مسؤول ان حد يكون عندك قانونيا يصيغ افضل عقود. بس مع احترامي، هو مين اللي بيتفاوض ويحط الفيجن بتاعته والرؤيه بتاعته والشروط العامه والامور العامه للرؤية مع الاتفاق مع مدرب؟ هو في إدارة النادي الأهلي ولا في إدارة أي نادي لما بتيجي تقول للمدرب ده أنت راتبك الأساسي كذا، يتدرج في حالة تحقيق كذا، لو خدت بطولة كأس العالم للأندية ده حصل في عقد كولر، لو خدت بطولة كذا بتاخد حافز كذا، لو هنلجأ لأي إخلاء أو أي فسخ للتعاقد في حالة خسارتك كذا بيكون شروطه الجزائية كذا. دي رؤية إدارية، أنت بتغالط الناس يا ميدو، انت بتضحك على الناس، دي رؤيه اداريه. في الاخر اخد الورق اللي قدامي ده، ادي الورق اهو في الرؤيه بتاعتي، صغولي قانوني. اللي بيقول غير كده يا جماعه بيضحك علينا، والقصه مش فهلوه في الكلام، القصه بتجارب. انا شفت كابتن ميدو بيتكلم في الكوره كويس قوي، بس كفنيا لما خد منصب او تولى مسؤوليه المدرب شفته بيتكلم في خطه وفيجن ورؤيه اداريه، شفته مع نادي الزمالك، شفته بيتكلم في الاعلام وكذا، بس شفت افكاره الغير منطقيه. فالقصه مش ان انت تبقى سويت توكر، مش ان انت تبقى متحدث يعني باسلوب او بلغه البعض يروح معاك فيها، لا، القصه بجد. ما ينفعش تخلي ابدا مسؤوليته، لان انا لما اجي اقول زي ما اسامه قال لكم كده، انت عندك يا اسامه كاس امم 2023 اللي هي كوت ديفوار اللي انت قلت عليها، و25 في المغرب، وانا كاس العالم مهمه سهله 26. جدا المفروض لما اجي انا صيغه اقول لك ايه، لو انت وصلت سي مثلا كوارتر فاينل سيمي فاينل انت هنا
بالنسبه لي راجل مكمل. طب لو انت خرجت من يحق ليا ان انا اتخذ اجراء او ان انا افسخ العقد من طرف واحد دون الرجوع لالتزامات ماليه او شهر جزائي بسيط. شهر بسيط. احنا قاعدين بنتكلم في ده. انا اسف يا جماعه والله، لو احنا جايبين فيتوريا نتفق معاه هنفكر كده. احنا عندنا بطولتين كبار هما اللي يقيس عليهم. انت راجل، انا كاس العالم عندي سهل، هو انت تنفع معايا في كاس العالم ولا لا؟ ما احنا رحنا في كاس العالم وهيكتور كوبر كان مكسر الدنيا وماشي. فارس خلي كاس العالم صعب. تمام، كاس العالم ده امتى؟ 2026 بالظبط. انا عندي خطوتين، انا الارقام القياسيه بتاعت منتخب مصر، انا رقم واحد في السبع بطولات، بطوله اخيره واصل النهائي. فالمفترض انا مثلا هفكر في ال 26 سهل او صعب، وانا عندي تجربتين على ارض الواقع يقولوا لي المدرب الفني ده يكمل معايا ولا لا. يعني الراجل ده لو طلع بيا من الدور الاول مرتين هيكمل معايا؟ ده الف ب، وده غياب رؤيه. هل ده محتاج بقى اداره قانونيه في الاتحاد؟ ده اسامه، ما هو بقى ده يا جماعه، هذا الكلام حق يربي باطل. اللي بيقوله ميدو هو، مع احترامي، هو ضحك عليك كمتلقي. ان انت تقول ما فعلا كابتن حازم ماله بالعقود، لا مش حقيقي، مش حقيقي. وكلنا بنتعامل مع اداره النادي الاهلي وبنشوف الاحترافيه وبنشوف ان الصياغه والاهداف والاتفاقات بتكون رؤيه لجنه كوره بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب، ثم تنعكس في شروط بعد كده انت تقدر تقيم عنها. انما فكره انا اجي اقول انا تعالى انا جبت لكم سي مارسيل كولر، تمام، نجح فشل اي حاجه تحصل، الشؤون القانونيه، اصل الاداره القانونيه اللي ما عادش العود. هي الاداره القانونيه حضرتك بتصيغ افكارك، الاداره القانونيه بتاخد اللي جوه الدماغ ده وتطلعه في ورق. فالرؤيه نفسها كانت غلط، والرؤيه نفسها ما كانش فيها تصور مبني على وعلى فكره ده اللي حصل. هو كابتن حازم ما كتبش العقود بايديه، ده حقيقي. هو كابتن حازم وصل لاتفاق فبعت لاتحاد الكره، يا جماعه انا وصلت الاتفاق ده، صيغوا لي البنود عشان الراجل يوقع. بص كابتن ميدو تختلف تتفق معايا، احنا دايما بنقر ده، هو بيعرف دايما يروح لحته لو انت مش هتركز معاه فيها هتقتنع وهيعجبك طريقه الكلام وهتروح تصدق. انما لو انت مركز وبتتكلم في جوب ديسكريبشن واضحه وبمهام واضحه، لا طبعا القصه عمرها ما هتعدي عليك. طيب عشان ما نبقاش بنقول كلام مرسل، وزي ما احنا كده تناقشنا معاكم على الهوا وكلمناكم بمنطق ولا انحيازات، هو جه قال انتوا بتشيلوا حازم، ما في اتحاد كوره وفي كذا، وانا شايف ان القصه مختزله ومختصره في حازم.